هنبدأ نتكلم على فكرة بسيطة كده على الدراج ثيرابي اوف ميجرين. ميجرين اللي هو الصداع النصفي. وعلشان نفهم انا بعالج الميجرين ازاي، تعالوا نبص كده نشوف هو بيحصل ازاي الميجرين. فكرة بسيطة عن الباثوفيسيولوجي بتاع الميجرين. لو تخيلنا احنا عندنا بيبقى فيه اللي هو ترايجيمينال نيرف، والترايجيمينال نيرف ده بيبقى جواه ترانسميترز، يعني جواه بيطلع بقى ترانسميترز من الترايجيمينال نيرف وبيشتغل على البلود فيسلز وبيشتغل على السنسوري نيرف. طب جوه الترايجيمينال اولا بيبقى عندي في شويه ريسبتورز كده موجوده بتتحكم في الريليس اوف ترانسميترز. ايه الريسبتور دي؟ نمره واحد عندي الفا 2 ريسبتورز. طبعا الالفا 2 دي طول عمرها انهبيتوري اللي هي بتاعه الادرينرجيك ريسبتور، والالفا 2 دي بريسينابتيك بتمنع الريليس اوف ترانسميتر. في عندي بيتا 2، بس البيتا 2 لا، البيتا 2 بقى عكس الالفا 2، البيتا 2 دي بتبقى ستيمولاتوري، فالبيتا 2 بتزود الريليس بتاع الترانسميتر. عندي كالسيوم شانل، الكالسيوم اسينشال ان هو يعمل ريليس للترانسميتر. عندي صوديوم شانل، اي نيرف عشان يبقى اكتيفيتد لازم يبقى فيه صوديوم شانل بيدخل عشان يعمل اللي هو الديبولاريزيشن والاكتيفيشن. وفي نفس الوقت كمان عندي اللي هو 5HT1B1D ريسبتورز. دي موجوده ودي برضو موجوده وليها دور في الريليس بتاع الترانسميتر. يعني انا عندي حاجه انهبيتوري، دول انهبيتوري، دول بيقللوا الريليس، ودول بيزودوا الريليس. طب ايه اللي بيطلع بقى يعمل اتاك بتاعه الميجرين؟ بيطلع حاجه اسمها كالسيتونين جين ريليتد التايد، ده من الحاجات اللي بتطلع وده اللي مسؤول عنها هو ال 5HT1B1D ريسبتورز. بيطلع كمان نور ابينفرين، بيشارك كمان سيروتونين، كل دول بيشاركوا. ودول بقى يبداوا يعملوا ايه؟ كل الميديتورز اللي طلعت دي تبدا ان هي اولا تعمل انفلاميشن، فتعمل البين وانفلاميشن ويبدا يعني يحس بالالم بعد ما تطلع الترانسميتر. ويبدا يحصل للعيان بقى ايه؟ بيخش العيان في اتاك. نمره واحد بيحصل سيفير فازو كونستريكشن، وبعدين يحصل سيفير فازو دايلاتيشن. عايز اقول حاجه هنا مهمه، ان الفازو دايلاتيشن ده لو حصل ده معناه ان العيان جاله الاتاك بتاعه البين، خلاص دي كده حصلت الاتاك. طب الفازو كونستريكشن، الفازو كونستريكشن ده عمليه تحضيريه، مين اللي مسؤول عنها؟ اللي مسؤول عنها بقى النور ابينفرين. يعني لو حبينا ببساطه نقول اللي بيحصل ببساطه، طبعا الموضوع اكبر من كده، لكن لو ببساطه بيبتدي يطلع شويه نور ابينفرين، ممكن برضو شويه سيروتونين، كالسيتونين جين ريليتد بيبتايد، فتبدا الاتاك بايه؟ يبدا الاتاك بسيفير فازو كونستريكشن. لحد دلوقتي العيان مش حاسس بحاجه، هو ممكن يبقى حاسس يقول لي ايه؟ يقول لي انا الاتاك هتجيلي، انا حاسس ان الاتاك هتجيلي، فدي اللي بنسميها الاورا او اللي هي قبل ما الاتاك تيجي، فدخل في سيفير فازو كونستريكشن. خرجت بقى دي وابتدى يحصل انفلاميشن والميديتور زادت قوي، يحصل سيفير فازو دايلاتيشن. يبقى هنا العيان حس بالبين. يبقى خلينا نفرق بين حاجتين.
نمرة واحد، أنا بحضر للأتاك بإيه؟ بحضر للأتاك بالريليس أوف ميدياتورز. تطلع الميدياتورز، أول ما تطلع الميدياتورز تبدأ تشتغل، تعمل انفلاميشن، والانفلاميشن ده معرضه يبقى معاه، ممكن يبقى معاه سيفير فازو كونستريكشن. نتيجة الانفلاميشن الانفلامد اريا بقت مليانة ميتابولايت، الميتابولايت دي تقوم عاملة سيفير فازو دايلاتيشن، دخل العيان في أتاك. عشان كده لازم نفرق واحنا بنعالج الميجرين بين حاجتين. لو انت عايز تمنع حدوث أتاك، وقف الفيز دي اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الريليس اوف ميدياتور. لو انت عايز تعالج أتاك، اشتغل على الفازو دايلاتيشن ده، اعمل فازو كروس، اعكس الفازو دايلاتيشن. يبقى عندك نوعين من العلاج، لإما حاجة تمنع الأتاك، ولما تمنع الأتاك دي بسميها بروفيلاكتيك. بروفيلاكتيك، يبقى البروفيلاكتيك حاجة تمنع الأتاك. تمنع الأتاك ازاي؟ اشتغلي على الريسبتور دي، امنع الريليس بتاع الترانسميتر. لكن لو جالك العيان بأتاك، انسى بقى الكلام ده خلاص. أتاك يعني فازو دايلاتيشن، سيفير مننجال فازو دايلاتيشن، وده هو اللي عامل له بقى الهيديك الفظيع ده. وفي الحاله دي ملوش الا ان انا اديله فازو كونستريكتور علشان اوقف البين بتاع الاتاك. لقينا برضو على الفيسلز دي بيبقى فيه اللي هو الريسبتور اللي هو ال5 HT1B، ودي لما بتشتغل بتعمل فازو كونستريكشن، يعني دي موجوده على البلود فيسلز، ولما بتشتغل بتعمل فازو كونستريكشن. يبقى الميجرين نقسمه الى حاجتين. نمره واحد، الاتاك تبدا بالريليس اوف ميدياتورز، خرجت الميدياتورز، عملت انفلاميشن، شويه فازو كونستريكشن، اسكيميا، اكيوميليشن اوف ميتابولايت، حصل سيفير فازو دايلاتيشن، دخل العيان في اتاك. فانت قدامك حاجه من الاثنين، لا اما تشتغل بروفيلاكتيك. بروفيلاكتيك يعني ايه؟ تمنع حدوث اتاك، اتاك ما تجيش. لكن لو جالك العيان في اتاك، خلاص الاتاك حصلت. الاتاك عباره عن ايه؟ عباره عن سيفير فازو دايلاتيشن. يبقى العلاج بتاعي الكيوراتيف اللي هيخفف العيان ده لازم اديله فازو كونستريكتور دراج. طب نشوف بقى بروفيلاكتيك، سمعنا عنها قبل كده، مش حاجه جديده يعني. طبعا ممكن ادي بيتا بلوكر، بروبرانولول من الحاجات المشهوره قوي اللي مش واخد حظه مع الميجرين، رغم ان هو فيري افيشنت، بس طبعا ليه بريكوشن في استعماله. ممكن ادي الفا 2 اجونست الكلونيدين، كنت بستعمله بروفيلاكتيك. ممكن ادي كالسيوم شانل بلوكر زي مثلا نايفيديبين، زي الفرابامير، بس عيبه ان ممكن يحصل منه توليرانس. ممكن ادي صوديوم شانل بلوكر اللي هي زي بقى مجموعه الانتي ايبيليبتيك زي التوبيراميت، ممكن زي التوبيراميت من الحاجات المشهوره قوي دلوقتي. ممكن ادي كمان اللي هو الفالبرويت. فكده دي ادويه بروفيلاكتيك. يبقى البروفيلاكتيك قدامي لا بيتا بلوكر، لا الفا 2 اجونست، لا كالسيوم شانل بلوكر، لا صوديوم شانل بلوكر. في ادويه بقى مش ابروفد، يعني انتي سيروتونين، بيزوتيفان، في الاي سي انهبيتر، كل الحاجات دي بتتجرب لكن لحد دلوقتي مش واخده ابروفل انها تستعمل. هم دول اللي بيستعملوا بروفيلاكتيك. وحاليا دلوقتي بقت الانتي ايبيليبتيك من اشهر الادويه اللي بتستعمل بروفيلاكتيك. حصلت اتاك بقى، خلاص انسى كل الادويه دي ونخش على الاتاك. طبعا لو في اتاك ممكن ابدا اعالجها بانالجيسك خفيفه كده، نون ستيرويدال، باراسيتامول، يعني عشان اقلل الانفلاميشن. ما هو في انفلاميشن، احاول اقلل الانفلاميشن ان انا ادي نون ستيرويدال، حاجه زي الابيوبروفين مثلا، او ادي باراسيتامول كانالجيسك، هو مش انتي انفلاماتوري بس كانالجيسك مسكن للالم لو الالم خفيف. طبعا لو الالم بقى عنيف ما قداميش حل غير ان انا ادي فازو كونستريكتور، والفازو كونستريكتور هم دوايين عندي هنتكلم عليهم، لا اما مجموعه التريبتان
أو مجموعة الإرجوت الكالويد، هم دول اللي بيستعملوا سبيسيفيكالي في الأكيوت أتاك اللي هي سيفير فازو دايلاتيشن. طبعا يعني دول بقى التريبتان بقى هو اكثر واحد بيستعمل في المودريت تو سيفير. الارجوت بيستعمل لو الحاله بقى يعني ريكارنت وبتيجي عنيفه قوي، ممكن الجا للارجوت العلاج. العيان ده ساعات بيبقى عنده فوميتنج عنيف جدا، ممكن ادي انتي اميتك. وحتى هم طلعوا حاجه كده، عملوا كومباينيشن بين الانتي اميتك والانالجيسك على اساس ان العيان ده عنده ترجيع فبتديله حاجه انتي اميتك، والانتي اميتك بيزرع الابزوربشن اوف انالجيسك فيحسن البين بتاع العيان. لو الحاله عنيفه قوي ساعات بلجا لبنزودازيبين، ساعات بلجا الى اوبيويد، ممكن الجا الى اوبيويد. لكن هم المين دراجز عندي اللي بستعملهم في الاكيوت اتاك هم دول اللي هم التريبتان والارجوت دراجز. يبقى بروفيلاكتيك بيتا بلوكر، الفا 2 اجونست، كالسيوم شانل بلوكر، صوديوم شانل بلوكر. اكيوت اتاك ادي انرجيستك زي نون ستيرويدال او ادي باراسيتامول، ادي فازو كونستريكتور بقى او ادي حاجه للاكيوت اتاك اللي هم الاثنين اللي هنتكلم عليهم اللي هم التريبتان والارجوت. لو الحاله عنيفه قوي ادي بنزودازبين او اوبيويد. لو في فوميتنج ممكن بندي انتي اميتك. زي ما قلت عندي الدوايين الاساسيين بتوع الاكيوت اتاك اوف ميجرين هم حاجه من الاثنين، لا اما التريبتان لا اما الارجوت. هم دول الادويه الاساسيه اللي بنستعملها في علاج الميجرين. الاثنين بيشتغلوا زي بعض، الاثنين 5-HT1B1D اجونست. بما انهم اجونست هيعملوا ايه؟ اجونست هنا فهيقلل الريليس بتاع الميدياتور. ما ننساش ان انا كان عندي هنا على البلاد فيسلز في 5-HT1B ريسبتور، دول لما بيشتغلوا بالاجونست بيعملوا فازو كونستريكشن وبيقلل طبعا اللي هو البين سنسيشن وبيقلل الاستريتش بتاع البين ريسبتور. الفازو دايلاتيشن ده بيعمل، هي ده الهيدك، الهيدك هو فازو دايلاتيشن. فانا كده عملت حاجتين، قللت الريليس اوف ميدياتور، بس ما حدش يقول لي ان هو بروفيلاكتيك لسبب ان هو بيشتغل على البلاد فيسلز فكمان بيضيع لي البين. طبعا لو جينا للارجوت المجموعه القديمه اللي هي الارجوتامين، وده ممكن يستعمل اورال وفي منه ريكتال وفي منه نيزل، في اللي هو الداي هايدرو ارجوتامين، يعني موجود الارجوت. والارجوت ده من الحاجات دلوقتي طبعا اللي بقينا نخاف منها قوي، طبعا ادفرس افكت بتاعته عنيفه جدا. نعمل نوزيا وفوميتنج، والعيان عنده فوميتنج فهو هيعمل له فوميتنج مش مهم قوي. الاخطر عنده بقى ايه؟ ممكن يعمل شيست بريشر. هو فازو كونستريكتور يا جماعه، ما ننساش ان هو فازو كونستريكتور، بيعمل زي يعني ضيقه صدر، ضيقه نفس مع المريض. طبعا بيعمل بريفرال سبازم عنيف جدا، وده ما عشان كده نيفر اني اديه في الناس اللي عندها بريفرال اسكيميا. بيعمل كمان لو اتاخد لونج تيرم ممكن ياثر على الفالف بتاعت الهارت فمش بنفضله. طبعا في رول في الادويه دي كلها، خدوا بالكم دي فازو كونستريكتور، يعني ما فيش حد، ما ينفعش حد كده بندي بريكوشن في استعمالها في سن معين، سن ال 45 او ال 40، الناس اللي عندها كورونري سبازم، الناس اللي عندها اي امراض، امراض قلب، امراض ضغط، بريفرال فاسكولار ديزيز، دي كلها خطر. وطبعا ده بيستعمل كتير قوي وناس بتاخده ايفن حتى بدون بريسكريبشن، ودي خطورته لان هو من الادويه القديمه قوي. فالارجوت هو بيشتغل زي ما قلت، يعني عيبه بقى ان هو يعمل شيست بريشر، يعمل فازو سباز، ممكن يعمل جانجرين، ممكن ياثر على الفالف لو استعملته لفترات طويله، الفالف بتاعت الهارت. طبعا ما يتاخدش في بريجننسي، ما يتاخدش بريفرال فاسكولار ديزيز، مش بنفضله في الهايبرتنشن. كل الحاجات دي فازو كونستريكتور، خلينا فاكرين ان هم فازو كونستريكتور. نفس الكلام هتلاقيه برضو مع مجموعه التريبتان.
التريبتان بقى دي مجموعه اجدد شويه، طلع طبعا السوما تريبتان، في منه اورال وفي منه نيزل وفي منه انجكشن، طلع الزولمي تريبتان وبرده في منه نيزل وفي منه اورال، يعني في اشكال مختلفه من التريبتان، ونزل ادويه جديده كتيره قوي، لكن هو التملي احنا بنتكلم على البروتوتايب. عيب التريبتان بقى ايه؟ طبعا عيبه ان هو لو اتاخد انجكشن بيعمل رياكشن على السايت اوف انجكشن، ممكن يعمل كده رياكشن وشويه انفلاميشن موجوده، لان هو برده ما تنسوش ان هو فازو كونستريكتور، برده بيعمل شيست بريشر، ممكن بقى يعمل زي كده ايه باراسيزيا، يبدا يعني يحس بتنميل، يبدا يحس بدراوزنس، دروخه شويه، دي كلها بنشوفها مع التريبتان. ايه الكونترا انديكيشن؟ تاخدش في بريجنانس، ما يتاخدش في عيان ديابيتك، عيان ديابيتك ده البلاد فيسلز بتاعته مش يعني بتبقى فيها اسيروسكليروزيس وفيها ريسك لكده. الاسكيميك هارت ديزيز، الاسكيميك ستروك، اي حاجه فيها ريسك اوف اسكيميا، دول فازو كونستريكتور. بريجننسي ممنوع، هايبرتنشن ممنوع. هو يعني لما بنزني قوي بنقول ايه؟ ما هو على الاقل لا، لو هتدي اول جرعه لازم تاخد بالك وانت بتدي اول جرعه، لانه زي ما قلت التريبتان فازو كونستريكتور، فهتلاقي برضو هي كل مشاكله او الكونترا انديكيشن الهايبرتنشن، الاسكيميك هارت، الناس اللي عندهم اسكيميك برين، البريجنانسي، الحاجات دي كلها خد بالك وانت بتديهم. الديابيتك، الناس دي بتبقى عندها ريسك عالي للفازو كونستريكشن. ومن الحاجات المهمة قوي كمان ان احنا ما ينفعش نستعمل معاهم حاجة من الاس اس ار اي، بيحصل حاجة اسمها سيريتونين سندروم. فالسيريتونين سندروم ده جه سيرته قبل كده، وده اكسس سيريتونين، وده ممكن يعمل بقى هايبرسينميا كونفالجن ويعمل ديستربنس في البلاد بريشر، فبرضه ما نستعملش معاهم اللي هو الاس اس ار اي.